وحول هذا الموضوع تنضم لنا قدر الحسني، هي مشرفه في المنتدى الثقافي النسائي معنا من الاعزاز. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي بصباح سوريا. يسعد صباحك يا رب. صباح النور يا هلا، يسعد صباحكم. بدنا تخبرينا كيف اجت الفكره، من اين نشات وقد ايه تم التحضير لهذا الحدث؟ تماما، نحن تقريبا لنا سنه عم نحضر بالمنتدى الثقافي النسائي. اجت الفكره نتيجه للحاجه الملحه لمساحه ثقافيه وخاصه بالمرأة السورية ومكان اجتماعي وملتقى خاص للسيدات بمدينة أعزاز وبتضمن لهم الخصوصية. طبعا لاحظ أن النساء بالمدينة بيفتقروا إلى فرص للتعبير عن ثقافتهم وإبداعاتهم بشكل مستقر. فتم طرح فكرة المنتدى الثقافي ليكون مساحة بتضمن خصوصية النساء، ليكون عبارة عن كافيه بوك، بالإضافة ليكون مكان آمن لطالبات الجامعة بالمحرر. وفتم تخصيص غرف خاصة للدراسة بتتضمن أجهزة كمبيوتر للمساعدة على الدراسة والبحث العلمي. جميل. يعني هو حتى اختيار المنطقة كان قريب من الجامعة ومن السكن الجامعة حتى فعلا يكون فرصة للطالبات لجو هذا الدراسة. قديه بيستوعب النادي اليوم من أعداد؟ هلا بيستوعب تقريبا حوالي 70-80 سيدي موجودات ضمن المنتدى. حلو. قديه اليوم بتحسي ست قدر انه المنطقه بحاجه لهيك نشاطات خاصه بالنساء، وقديه عم بيكون في إلى صدى بالايام المقبله؟ تماما، هلا بتكمن الحاجه لمراكز ثقافيه خاصه بالسيدات والنساء بالرغبه بتوفير بيئه امنه وداعمه للنساء للتعبير عن انفسهم ثقافيا فنيا اجتماعيا. المراه السوريه بتواجه العديد من التحديات خاصه نتيجه الحرب والنزوح، وبتحتاج الى مساحات تستطيع من خلالها استعاده هويتها وبناء قدراتها الثقافيه والابداعيه وتمكين المراه علميا وثقافيا واكتساب مهارات والقدرات اللازمه بمختلف مجالات الحياه. فعلا كثير مهم مثل هذا النادي للنساء حتى يتواجدوا فيه. ممكن وحده حابه تقعد لحالها ترتاح تدرس تشرب لها فنجان قهوه على رواق. خلينا نحكي شوي عن المكتبه الموجوده، لو تعطينا فكره عن الكتب الموجوده فيها. تماما، حتى حابه اكد انه تجهيل المراه هو تجهيل للامه كلياتها. طبعا اكيد. طبعا طبعا بيدعم هذا المشروع بشكل كتير كبير إظهار ثقافة المرأة السورية وإبراز إنجازاتها الفكرية والفنية من خلال المنتدى. رح تتمكن النساء من عرض إبداعاتهم وتبادل خبراتهم الثقافية. هذا الشيء رح يساهم بإبراز مكانة المرأة السورية ودورها البارز بالحياة الثقافية والاجتماعية من خلال الندوات، المؤتمرات، المحاضرات اللي ممكن يعقدها المنتدى. ومثل ما ذكرتي حضرتك توني أنه ممكن أنا ما بدي ممكن أنا ضايق خلقي ملاني حابة إجي أشرب فنجان قهوة بمكان عم يحافظ على خصوصيتي. طيب بالنسبة للكتب بالأمان. طيب بالنسبة للكتب تمام، الكتب بتضم المكتبة العديد من الكتب سواء كانت مراجع علمية ثقافية قصص روايات. يعني المكتبة كتير ضخمة، حطينا ضمنها العديد من الكتب بحيث أنه أي شخص ممكن يطلب أي كتاب ممكن يلاقيه ضمن المكتبة. حلو، في تنوع يعني. لكن في تنوع بين نعم. في فكرة اليوم لتطوير أو تكبير أقسام المنتدى وشو ممكن يشمل بالأيام الجاية؟ تماما، إن شاء الله إن شاء الله إذا كانت هي بداية موفقة إنا ومشينا بالمنتدى أكيد رح يكبر ورح نطور فيها. لأ نحن عنا أقسام المنتدى هي مكتبي بتضم العديد من المراجع والكتب والروايات، في قاعة لتنظيم المؤتمرات المحاضرات بالإضافة لقاعة الدراسة بالإضافة للكوفي بريك الموجود عنا. إن شاء الله في عنا خطط مستقبلية، ولكن نحن نأمل إنه حاليا ننجح ونكبر بهذا المنتدى لحتى يكون هو لسه لشيء أكبر إن شاء الله بالأيام القادمة حتشوفوه. قد ايه صار له فاتح النادي تقريبا؟ تقريبا إنه أسبوع. أسبوع لسه ما فينا نقول يا الله يا الله حتى نشوف الصدى وقد ايه هو ناجح ولا لا. أوقات دوام المركز لو أعرفه منك من إمتى لإمتى بيفتح؟ وبمعنوا طالبات ممكن يطولوا بالدراسة، في شيء غير المشروب مثلا، في شيء سناك أو خفيف يعني في حال جوع؟ تماما تماما، نحن عم نسعى ان شاء الله لنوفر هذا الشيء حسب الطلب. فالطالبات اذا طلبت اي شيء سناك او وجبات خفيفه هي كمان مؤمنه عنا. حتى بالاضافه لحتى اذا كانت الطالبه مثلا مكانها شوي بعيد مثلا عن المنتدى، مثلا هي مش موجوده مثلا بالجامعه، نحن كمان ممكن نوفر لها خدمه سياره امنه تنقلها من المنتدى لبيتها ومن بيتها للمنتدى بنفس الوقت. حلو، مفكرين يمكن بكل التفاصيل حتى الجو المحيط. يعطيكم الف عافيه. قد ايه عددكم انتم السيدات اليوم او يعني خلال اسبوع تقريبا المشتركين وكل المشاركين بالنادي؟ هلا بصراحه كثير صار يعني نحن يعني قطعوا الألف دائره
برافو لأن هذا برافو. ونحن لو كانت بصراحة هذا الشيء كثير مشجع لنا لحتى نحن نستمر ونضمن استدامة تماما. حتى فكرنا بشيء أكبر، يعني المركز ما بقى بس عم يعتمد على شريحة السيدات المثقفات، لا عم يعتمد لكافة أطياف شرائح السيدات بالمجتمع، لأنه أيضا رح يقدم العديد من المزايا والخدمات للسيدات. حلو كتير. طيب كثير مهم هذا الشيء اللي عم تعملوه، بالنسبة للنشاطات اللي ممكن يعملوها السيدات بهذا النادي أو المركز، هل متاح مثلا حفلات تخرج؟ في صبايا بيحبوا أنه يلاقوا مكان آمن يحتفلوا بتخرج بما أنه هو قريب من الجامعة، أو مثلا لتوقيع روايات أو كتب؟ تماما تماما، هي الخدمات كلها متوفره، حفلات تخرج حتى للسيدات، ممكن نحن نعمل لهم اعياد ميلاد تمام، بس هو مكان خاص بالسيدات، يعني نحن محافظين على مبدأ انه هو الخصوصيه تمام. فهي المناسبات هي كلها متاحه عنا، نحن ان شاء الله كمان بالايام القادمه حننسق مع فرق لتنسيق تجهيزات، ل يكون مكان مثلا تجهيزات مثل مثلا حفلات التخرج، نجيب مثلا ممكن يكون في عنا اشخاص متخصصين بالزينه وهي الترتيبات. يعطيكم ألف عافية، وفعلا جميل اللي عم تعملوه. بس قبل ما نختم حابة أعرف منك شغلة، يعني هل متاح موضوع الاشتراك؟ ما الطالبات في على طول عندهم دراسة، فممكن يكون لما يكون في اشتراك شهري بيكون أقل تكلفة عليهم، هل عم بتفكروا أنه تدرجوا هذا الموضوع؟ أكيد أكيد عم نفكر نحن من البداية، فكرنا بموضوع الأجور، فالخدمات عنا جميعها مجانية، رسم دخول 25 ليرة سواء كانت حبة الطالب أو السيدة تبقى، او فترات كثير طويله ما في عندنا اي مانع، الكوفي بريك، المشاريب سواء كانت البارده او الساخنه هي كمان مجانا. المهم يكون في فائده، ومثل ما ذكرتي يعني كثير مهم اليوم هي الاجتماعات الثقافيه او التجمعات تكون حاضره بهي المناطق. شكرا لوجودك معنا قدر الحسني، ويسعد اوقاتك ونهارك سعيد، مشرفه في المنتدى الثقافي النسائي النازاز. شكرا لك، نهارك سعيد.